شو مشكلتك مع راجلك بالضبط؟ ما عندي ما حتى مشكلتي هي مشكلة أم والمسيط مسيطر علي أمه. شو مشكلة مع راجلك؟ تحلت المشكلة ولا بروبليم شنو هي؟ من يعني أنا ما جرحتوش ما وجعتوش، كان قاعد جمعتي الأولانية بعد التيحة نتاع ساقية جاني قال لي فديت وليت ستريسي ما عادش نجم ما عنديش صغار. يا ودي صلي يعني بي صغار باش نجيب، راني أنا صغار ونمشي معاك. أنت طبيب قابلتني بيه وقال لك المرأة هذه ما تجيبش صغار، كأنه كان قال لك الطبيب ما تجيبش صغار أنا نمشي مش حتى ما حاكم. المشكلة الأولى على الصغار، اللي عندك صغير. عندي صغير يحب على صغير ناحية، حتى عندي زوج صغار من بعد في الكلينيك من ناحية زوج صغار. إيه صغار يا بنتي تدير مرض معدي تولي عنده هو كيفاش يجيب صغير؟ ما حبش يفهم سي علاء. شو ما حبش يفهم مدام؟ شو ما درش هذه تو تحكي لي؟ صدقني راسه صحيح. على الهيباتيت الهيباتيت ما حبش يفهم. ما حبش يفهم. حتى طبيبته نتاع الجاسترو قعدت تبشر فيه قالت له ما نعطيكش تريتمون خاطر الكالي عندك انت النوع اللي عنده هو راقد مع الكبدة. فهمتني؟ وصلت حتى معناها باش انت قلت لي معناها بلا ذكرى معناها من عندي امه وصل معناها يخدم معايا حاطينه في بلاصه مش باهيه. تصور كان تاعه وهو والكبد عملنا ليك ولقيناه منفوخه بالماء وحاطينه حاشاك فك الفضلات. فهمتني؟ شو الفضلات؟ فضلات الوسخ يعني. شو حاطينه في الفضلات الوسخ؟ معناها المسؤوله ذلك كلمته امه قال لها ما عنديش انا في السكوريتي ما عنديش في اللانجيري عندي كان الحكايه هذيك نتاع الفوبالات معناها يلم الحاشاك الفوبالات أنا من الفوبالات. شو مشكلتك مع راجلك؟ أنا ما فهمتش تو. ما عندي حتى مشكلة مع أنا جيت لهنا جيت لهنا هرب لدارهم لا بدبش وهرب لدارهم. دوك عندك مشكلة مع راجلك؟ هي معناها مش أنا اللي عندي مشكلة هو اللي عنده مشكلة معايا. إي يعني أنت مدام عندك مشكلة مع راجلك وأنت جاي لهنا. إي بالطبيعة. فوالا أنا جيت لهنا. عندي أنا جيت باش نستدعى باش نقول له علاش تخليت عليا بعد أنا. دونك راجلك شو عمل؟ خرج من الدار؟ لم دبش وخرج من الدار. وين مشى؟ مشى لدارهم لم دبش ومشى لدارهم. ولدك وين؟ ولدي معايا في الدار. إيه يصرف عليك؟ ما يصرفش عليا ومش قايم بي. أربع سنين أنا نوكل أنا نشرب أنا نلبس أنا كل شيء. قداش عنده في الدار؟ معناه ما يخدمش. لا قداش عنده اللي خرج من الدار؟ عنده توا برسك شهر. توا عجبكش توا؟ مرأة عام 2020 جايتني البرنامج عندي ما قلت كل راجل هرب من الدار هرب المفروض الراجل يجي لوج على مرته. أنت جايت لوج عليه من؟ جاي لوج عليه شهر. وش حاجتك بيه؟ باش نقول له علاش تتصرف معايا هكا شنو اللي عملته معاك انا؟ علاش تتصرف معايا هكا ما تحلتش المشكله؟ بالطبيعه هو توا انا ما تحلتش المشكله الوقت الحالي هو طالب تلاقه. نعم فوالا ريت الوقت الحالي شنو هو؟ طالب تلاقه. طالب تلاقه هذا ما قلتوليش قلتولي تو. لا انا قلت علاش طالب تلاقه راجلك يا مدام؟ هكاك طالب تلاقه قال لك المراه تتعوض له ما تعوضش. انا بحكم عنده واخته معناها ما تمشيش على ساقيها عامله اكسيدون فهمتني معناها العمليه نتاعها معناها مطلوبه في المانيا وبرشا فلوس وهي ديجا دخلت مع سي عبد الرزاق في المسامح كريم وتفاعلوا معاها العباد وعاونوها وكذا وكل ما شيء فهمتني والعمليه مازالت ما عملتهاش. هذه كل ما يعنيليش مدام. فهمت فهمت انت مدام. انا بيه هو حاجتي بيه هو معناها حاجتك بيه. ايه